الثمينه والاحجار ذات القيمه الا بعد التسجيل في مصلحه الدمع والمواد. نعم. وده طبعا لان وردت شكاوي كتير قوي حضرتك من ان اولا الذهب اصبح سلعه قيمه جدا جدا وذات ثمن يعني محترم حاليا. فاصبح يعني بعض الافراد الغير مسجلين بيتم البيع على الاونلاين البيع في اماكن غير محدده واصبح في شكاوي غش كتير في هذه المشغولات. طبعا غش من حيث العيارات والاوزان. فاصبح ضروري يتم منع هذا الكلام ويكون الشراء من اماكن معتمده فيها تحت الاشراف مصلحه الدمغه من الموظفين والمشغولات تكون تتم متراجعه تماما بحيث نضمن للمستهلك ان يحط فلوسه في سلعه يعني 100% مضمون. لا شراء للذهب اونلاين. طبعا ما ينفعش حضرتك وانا الكلام ده قلته مع عليك كده بتشتري سلعه ثمينه لازم تاخدها من توكيلها. انت يعني ما ينفعش اطلاقا على الفيسبوك والكلام ده ان ذهب مستعمل ومش مستعمل وذهب بدون اجره. الكلام ده منتهي يعني كلام يعني ايه ذهب من غير مصنعيه ومن غير اجره؟ ما لازم يكون في مغشوش وفي حاجه تانية يكون تكون احدى وسائل النصب والاحتيال. نعم. طيب فده اللي ورا هذا ده معناه انه مفيش حد يشتغل الشغلانه دي الا واحنا عارفينه. اكيد اكيد طبعا. نعم. ده في صالح المواطن المستهلك. طبعا ده بيمنع طبعا ان اي حد ينخدع او يتغش او لازم يشتري حاجه يعني بالعكس بيضمن له تماما بيشتري سلعه سليمه ومتراجعه 100%. طب ماذا لو حد اشتغل وقعد يشتغل في الحكايه دي واشتغل بدون ما يبقى عنده تسجيل؟ لا بيخش تحت بقى بعد طائله القانون. يعني القرار ادى مهله حضرتك 6 شهور لمن لم يجدد اطلاقا يقدم ورقه ويعدلها لمده شهر كويس. ومن لا يلتزم يدخل تحت طائله القانون. غرامات ولا عقوبات معينه ولا؟ لا غرامات وعقوبات شديده وقد تصل الى المنع تماما من مزاوله هذه المهنه. طبعا بيسيء للمهنه وكمان يعني بيدي صوره غير جيده للمنتج المصري. طيب دلوقتي بتكلم اونلاين ولا بتكلم حتى لو محلات موجوده ومش وما عندهاش سجل؟ لا الجميع يجب ان يسجل. الجميع كل من يتعامل سواء من اشخاص عاديين او اعتباريين او شركات خاصه او عامه، كل من يتعامل في المعادن الثمينه والاحجار ذات القيمه يجب ان يحصل على تسجيل، يتم تسجيله اولا. طيب هل احنا عندنا عدد باللي اشتغلوا في المجال ده ولا لا؟ اكيد طبعا عندنا احصاءات كامله في مصلحه الدمغة بالموظفين بالورش والمحلات. كويس. وكل من يعملون في المهنه مسجلين في مصلحه الدمغة والموظفين. فاذا هنا احنا ضبط للسوق. طبعا اكيد خاصه بعد يعني الغش في هذه المهنه غش صعب يعني جدا لان طبعا يعني الناس بتحط مدخراتها في هذه السلع. فيعني يجب ان تستدعى مدخراتها في سلعه تكون امنه. ابرز حلقه الغش ايه في المجال ده؟ الغش في العيارات والاوزان لان يعني زي ما بتقرا حضرتك يقول لك مشغولات بدون اي ازاي بدون اي مصنعيه يعني هي اتعملت ببلاش مثلا. ما اكيد طبعا كلام غير منطقي وغير مقبول. فاحنا هتواجهوا دول او هتحاربوهم؟ اكيد طبعا اكيد. طيب المواطن النهارده مش هيبقى عارف الحكايه يعني مواطن بيقول لك انا هاخدها ومش دافع مصنعيه يبقى ده ذهب كويس. لا حضرتك بتقوله ده مضروب او ده مغشوش. ما هو بيجي حضرتك وقت ما بيبيعها بعد كده بيلاقي اللي اشترى منه اساسا مش موجود يعني فنفر التليفون واتقفى خلاص. فهو بيبتدي يرجع البيع وجري. بيبتدي يرجع للسائق بتاعه الاساسي. يقول لا دي مش ما اقدرش اشتريها لانها فبيفاجئ. خلاص يعني بيضع نفسه في مأزق بالنسبه له. نعم. فعشان كده لازم اللي بيشتري من مكان معلوم مكان مضمون ومعاه فاتورة تفصيلية بالوزن وبالعيار. ناجي يا حاج بتنصح الناس الذهب ما تشتريش إلا من مكان انت عارفه وخد معاك فاتورة بالتفاصيل. أكيد أكيد طبعا أكيد لأن بتحط فلوس كتير. حط فلوس يعني كتير.
طبعا بلاش اي حد يقول لك يضحك عليك ولا لا لا لا, لا اطلاقا, هو باهم بالعقل يا احمد. اه بعد اذن حضرتك يعني اي سلعه مثلا انت عارف سعرها سي مثلا قد كده بيقول لك بنص ثمنها, يبقى اكيد فيها حاجه غلط. في حاجه غلط يعني, ما هو اصل اللي بيبيع ده مش يعني, لا ده كلام بالمنطق. بس هي الناس بتنخدع بالاسعار المغريه يعني, انما طالما فيها حاجه لا يبقى اكيد فيها حاجه غلط في هذا المشروب. اسعار الذهب ايه بعد العدوان الاسرائيلي على غزه؟ ايه هل زاد رخص؟ لا ارتفع عالميا جدا عالميا جداً. اه الذهب ارتفع عالميا اكتر حوالي 100 دولار 100 دولار اه 100 دولار حضرتك. اه ده على الاسبوعين اللي فاتوا دول؟ اه على الاسبوعين اللي فاتوا. كويس ارتفع حوالي 100 دولار حضرتك. طيب كويس.